شرور أنفسنا وسيئات ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا شك أننا نعيش في زمان الجحود والنكران، ونعيش أيضا في زمان المكابرة، فإن أجهل الخلق يعلم أنه لو شرب كأسا من الماء القراح فاحتبس فيه لافتدى من ألم احتباس البول في جسده بمال الدنيا لو ملكه، ومع ذلك فقل من تجده يشكر الله رب العالمين على نعمة الصحة ونعمة العافية. فهذا زمان المكابرة، وهذا زمان الجحود، فإن الناس يجحدون نعمة الله رب العالمين عليهم، ولا يؤدون واجب الشكر الذي فرضه الله رب العالمين عليهم بما أنعم عليهم من نعمته، وما أفاء عليهم من كرمه ومن رحمته. إن علماء الحشرات يقررون أن سرعة النحلة تتراوح بين 85 أميال في الساعة الواحدة، وأنها تحتاج إلى 80,000 رحلة من أجل أن تتحصل على رحيق يمكن أن يكون كافيا لصنع رطل واحد من العسل. وهذه الرحلات لو أنها كانت متصلة بعضها ببعض لكانت كافية من أجل أن تدور النحلة حول الأرض مرتين، فيا لها من رحلة طويلة جدا من أجل رطل واحد من العسل يلتهمه إنسان في وجبة واحدة، ولا يشكر الله رب العالمين على ما سخر له من هذه الحشرات. والله جل وعلا أوحى إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ولكن وحسرتاه وحر قلباه، لا تجد من يتفكر في مثل هذه المعاني التي حض القرآن على النظر فيها والتفكر في مطاويها. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن الله جل وعلا فرض علينا الشكر فرضا،
وبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن معركة إبليس مع الإنسان، وهي المعركة التي استعلن بها إبليس بين يدي ربنا جل وعلا عندما قال لسيده لربه جل وعلا: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإبليس دخل في هذا التحدي بكفرانه وعصيانه لكي يصدق على الإنسان هذا الظن الظنين، وما كان له من علم بالغيب، حتى إن الله جل وعلا لما حكى لنا قصة الكفران، وهي قصة سبأ مع نعمة الله رب العالمين عليهم بما أفاء عليهم من الظل الظليل والماء العذب النمير وما صحح لهم من جو أراضيهم ومن تربتها، وبما أفاء عليهم من نعمه ظاهرة وباطنة، وبما أسبغ عليهم من العفو والغفران، فقابلوا كل ذلك بجحود النعمة لا بالشكران، فما كان إلا أن جازاهم الله رب العالمين بما هم له أهل، وسلبهم النعمة، وبددهم في الأرض، ومزقهم كل ممزق، كما بين ربنا جل وعلا في محكم التنزيل. ثم زيل الله رب العالمين القصة بقوله جل وعلا: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. فبين الله جل وعلا أن إبليس صدق عليهم ظنه عندما أعلن ذلك بين يدي ربه جل وعلا: ولا تجد أكثرهم شاكرين. فكان الشأن كما أخبر بظنه ولا علم له بغيب أكنه الله رب العالمين عنده ولم يطلع عليه أحدا من خلقه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. العلماء عليهم الرحمة يقررون أن الشكر الحقيقة بأن يكون مقبولا عند الله جل وعلا هو أن تعترف بالنعمة باطنا، وأن تقر بها ظاهرا، وأن تصرفها في خدمة المنعم بها والموليها. فهو ثلاث درجات كما ترى: أن تعترف بالنعمة باطنا بأن لا يتمرد القلب على ما أنعم به الرب الجليل الكريم سبحانه، بل يعترف الإنسان لربه بما أنعم عليه وأفاض عليه من نعمته ولو كانت في ظاهر الأمر محنة، لأنه كم من محنة قلبت منحة بفضل الله رب العالمين، وكم من نعمة صارت نقمة نسأل الله العافية والسلامة. فأن تعترف بالنعمة باطنا وأن ترضى عن ربك تبارك وتعالى بقلبك وبضميرك، وأن تعد ما أنعم به ربك عليه نعمة جليلة، وهو كذلك، لأن الله جل وعلا هو الحيي الكريم الستير. ثم أن تلهج بشكر النعمة ظاهرة بأن يتحرك اللسان في مقام الشكر بالعرفان، وأن يعترف الإنسان بنعمة ربه تبارك وتعالى عليه فيشكر الله رب العالمين ظاهرا على ما أنعم به عليه من نعمة ظاهرة أو باطنة. ولو توقف الإنسان عند حدود هاتين الدرجتين لم يكن شاكرا، وهو الأمر الذي يتورط فيه جملة المسلمين وجماهيرهم الغفيرة ولا يشذ عنه إلا العارفون. وأما كثرة الجاهلين فيقفون عند حدود هاتين الدرجتين وما أتوا بالشكر الحقيقي أن يكون شكرا عند ربنا جل وعلا. بل لكي تكون شاكرا لابد أن تضم للاعتراف بالنعمة باطنا والثناء على ربك بها ظاهرة، أن تضم لهاتين الدرجتين درجة ثالثة، وهو أن تصرفها في خدمة الذي أنعم بها عليك وعليه. فكل معصية تقع من العبد في هذه الحياة هي كفران بنعمة الله رب العالمين.
لأن كل معصية تقع من العبد في الحياة إما أن تكون معصية بدنية أو معصية مالية أو معصية بدنية ومالية معا. وإذا ما أتى الإنسان بمقام الكفران لنعمة الله رب العالمين عليه بالصحة فقد كفر بنعمة الصحة التي أنعم بها ربه عليه. وإذا ما صرف الأموال في غير مرضات الله رب العالمين أو لم يصرفها أصلا واحتبسها وكنزها فهو عاص لله رب العالمين، كافر بنعمة المال التي أنعم بها ربه عليه، فهو كافر لله رب العالمين. ليس ذلك الكفران الذي يخرج من الملة، وإنما هو الكفر دون الكفر، كفر بنعمة الله رب العالمين. وهو الذي نص عليه ربنا جل وعلا في محكم التنزيل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم فصرفتم نعم التي أنعمت بها عليكم في مرضاتي وما أحب فكنتم شاكرين، لأنكم أتيتم بدرجات الشكر الثلاث: اعترفتم بالنعمة باطنا، وأعلنتم الشكران باللسان ظاهرا، وصرفتم ما أنعمت به عليكم في محبتي وفي مراضي، فأنتم عندئذ شاكرون تستحقون الزيادة. وأما إذا ما حجبتم واحدة من الثلاث أو احتجنتم الثلاث جميعا فإنكم عندئذ قد وقعتم في الكفران، الكفران بالنعمة، نعمة الكريم الرحمن، وعندئذ لا بد من العذاب والسلب كما هي سنة ربنا جل وعلا في دنيا الله رب العالمين. لأن من سنن الله رب العالمين الكونية أن الله جل وعلا لا يخلي عبدا من نعمة، لا يخلي الله رب العالمين عبدا من نعمة قط على مطلق العبد كان، لا يخلي ربنا جل وعلا عبدا من نعمة. فإذا صرف النعمة في مراض الله رب العالمين زاده الله رب العالمين عطاء، وإذا ما احتجن النعمة وكفر بما أنعم به ربه عليه عاقبه الله رب العالمين. أول عقاب يكون بسلب النعمة في الحياة ثم بتعذيبه بعد ذلك على ما اقترفت يداه، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. وقد ضرب الله رب العالمين الأمثال في القرآن فبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن الإنسان يحس بثقل النعمة عليه كما يحس بثقل الجبل فوق عاتقيه. فللنعمة ثقل على المنعم بها عليه شديد جدا، وما هذا بكلام نظري وإنما هو نص في كتاب ربنا جل وعلا. الله جل وعلا أخبر أن أقواما يركبون البحر فإذا ما نجاهم الله رب العالمين إلى البر أعرضوا عن الشكر لله رب العالمين، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فقرر الله جل وعلا أن الإنسان كفور بنعمة الله رب العالمين، فهي ضربة ملازمة لكل إنسان إلا أن يخلص من هذا القانون الكلي العام ويخلص على سواء الشكران للكريم الرحمن. وأما إذا ما سار على طبعه وإذا عاد إلى فطرته في احتجان النعمة وعدم الشكر عليها فهو في إطار القانون الذي قرره الله رب العالمين في محكم التنزيل: وكان الإنسان كفورا. فبين ربنا جل وعلا أن الإنسان كفور بنعمة الله رب العالمين في كثير من المواضع في كتاب الله جل وعلا. وضرب الله رب العالمين الأمثال في القرآن العظيم ليبين لنا مصارع الغابرين من الأمم ومن الأفراد أجمعين. فإن الله جل وعلا أخبرنا أن بني إسرائيل ظلل الله رب العالمين جوهم بالغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، فأما السلوى فطائر يشبه الحمام،
وهو عذب المذاق جدا، فهذا طعامهم. ثم إذا ما أرادوا شرابا فعندهم المن وهو أحلى من العسل. فانظر إلى هذين اللونين من ألوان الطعام، من وسلوى، وهم مضللون بالغمام. ثم لم يصبروا على هذه النعمة، فقالوا لموسى عليه السلام: ادعوا لنا ربك. من أجل أن يرزقوا بماذا؟ من أجل أن يرزقوا بالثوم وبالقساء وبالعدس وبالبصل. وموسى يستعجب من أمرهم فيقول ولا يملك لهم دفعا: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. انظر إلى هذه النعمة الجليلة من نعم الله رب العالمين عليهم، من تضليل بغمام، ثم من رزق بمن وسلوى، وهو أفضل ما يكون من الطعام. ثم لم يتحملوا، لن نصبر على طعام واحد، ولا طاقة لنا بالصبر على هذا الطعام ولو كان ما كان. فما تريدون إذن؟ يريدون البصل والعدس والكوم والقساء، هذا يستبدلونه بذلك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وضرب الله رب العالمين لنا الأمثال في قصة سبأ، وما زالت آثارهم شاهدة ناطقة إلى يوم الناس هذا، بما عليه الإنسان من الجحود ومن النكران ومن الكفران بنعم الرحيم الرحمن. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ماذا صنعوا عندما أتاهم هذا كله؟ كفروا بنعمة الله رب العالمين، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث، ومزقناهم كل ممزق، وشتتناهم في الأرض تشتيتا. وجعلهم الله رب العالمين مثلا يضرب إلى يوم الناس هذا. وما زال جزء من سدهم، وهو الجانب الأيمن أو الجانب الغربي من سد مأربة، ما زال في موضعه باديا للخلق إلى يوم الناس هذا. فإن السيل كان يأتيهم من قمم الجبال، فيسير في مضيق بين جبلين، ثم إنه ما يزال سائرا في هذا المضيق إلى فم الوادي، ثم يخرج إلى الجنتين اللتين ذكرهما ربنا جل وعلا عن يمين وشمال. وصحح الله رب العالمين أفكارهم، فقالوا لو أننا صنعنا هاهنا سدا، وصنعوه، وكان صدا سدا ترابيا صلدا مصمتا، وجعلوه 800 ذراع من الشرق إلى الغرب طولا، ثم جعلوا عرضه 150 ذراعا في 14 من الأذرع ارتفاعا، فهذا سدهم. وسلط الله رب العالمين عليهم من الهواء الطيب ومن الجو الصحيح، وسلط الله رب العالمين عليهم من الخير ما هم به حقيقون لو شكروا نعمة الله رب العالمين. حتى إن العلماء ليقولون إن الإنسان إذا أراد أن يتحصل على شيء من الفاكهة والثمار لا يكلف نفسه عناء قطافها، وإنما يضع المكتل على رأسه ويدخل البساتين والجنات، ثم إنه يسير فيها يسيرا، فما تساقط من أفرع وما تساقط عليه من الثمار يجمعه هو من غير مشقة، وإنما تتساقط في مكتله وقد وضعه على رأسه. ولم يكن في أرضهم من خملة ولا برغوث ولا شيء من هوام الأرض مطلقا،
بل كان المسافر منهم إذا حمل شيئا من ذلك وأتى به من غير أرضهم ثم أراد أن يدخل إلى أرضهم تساقط ذلك عنه على حدود أرضهم وليس فيه من أرضهم من شيء بقدر الله رب العالمين. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة بهذا الطيب في الهواء وفي الماء وفي الأرض وفي الثمار وفي الزروع وفي كل شيء، بلدة طيبة ورب غفور. ثم إن الله جل وعلا يشملكم بالغفران إذا ما عصيتم فأنبتم وإذا ما أذنبتم فاستغفرتم، بلدة طيبة ورب غفور. فكان الجزاء منهم أنهم أعرضوا هكذا في التفاتة حاسمة غير مفصلة وهي موحية أكثر من التفصيل بما لا يقاس، فإن الله جل وعلا أتى بموقفهم وبرد فعلهم على ما أنعم عليه بهم في كلمة واحدة، قال فأعرضوا، ثم لم يفصل إعراضهم ليدل على أنهم أعرضوا ظاهرا وباطنا. وانظر إلى التعقيد على نعمة الله رب العالمين عليهم برد فعلهم بالفاء من غير تراخ، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا هكذا مباشرة من غير فاصل، وقال بعضهم لبعض لو أن جنى ما نجنيه من هذه الثمار، لو أن هذه الثمار كانت بعيدة عن متناول الأيدي ولو أن وجدنا فيها شيئا من المشقة لكان أفضل وكان أهنأ وكان أمتع لنا من أن نجدها هكذا من غير مشقة. فانظر إلى جحود الإنسان لنعمة الله رب العالمين عليه، وانظر إلى إحساس الإنسان بأن النعمة التي ينعم الله رب العالمين بها عليه كالجبل على عاتقيه، يأبى إلا أن ينفضه عن نفسه حينا بعد حين ويكون كالعبد الآبق الذي يقوى بالسياط بين يدي مولاه حتى يبرك لليدين وللفم، فإذا ما خفف عنه وقع الصوت يسير عد تخفيف الضرب بألمه نعمة يسجد لله عليها شكرا. وكان أولى به لو أنه نفى عن نفسه ذلك بادئ في بدء، وكذلك الإنسان يأبى إلا أن يكون كفورا بنعمة الله رب العالمين عليه بما أنعم الله رب العالمين عليه من النعم الظاهرة والباطنة من صحة متعه الله رب العالمين بها لا يكلف خاطره يوما أن يقول الحمد لله رب العالمين على نعمة العافية ويصرفها في مرضاه الله رب العالمين، فيعين العاجز والضعيف ويسعى في مصالح المسلمين ولا يمد اليد بالأذى إلى أحد من المستضعفين، وإنما يصرف هذه النعمة في مرضاه الله رب العالمين، إلا أنه وأسفاه يأتي بضد ذلك حتى إذا ما سلبت منه وبرك على يديه وقدميه لليدين وللفم ومسه الضر شيئا يسيرا جار بالشكوى لله رب العالمين، فإذا ما رفع عنه ألم ذلك عدها نعمة ممنونة من نعم الله جل وعلا، وإنها لكذلك. ولكن لو أنه صرف النعمة بادئ في بدء في مرضاة الله رب العالمين لأكرمه الله جل وعلا بزيادتها مع بقائها ونمائها، ولكن الناس بنعمة الله رب العالمين يكفرون. عباد الله، إن الله جل وعلا يسير العالم على وفق سنن كونية لا تتخلف، فإذا ما كان الفرض الذي ينعم الله رب العالمين عليه بالنعمة مصرفا لها في مرضاة الله جل وعلا فهذا له المقام الأسنى عند ربه جل وعلا. وإذا كفر الإنسان بنعمة الله رب العالمين فصرف النعمة في غير مرضاة الله رب العالمين فالسنة الكونية أن تسلب النعمة وأن يعذب بها في الحياة مع ما يدخر له من العذاب والمساءلة عليه
عليها بين يدي الله رب العالمين. فعلى العبد أن يكون حاذقا كيسا، وأن يلحظ بعين الرعاية هذا القانون، وأن يشكر الله جل وعلا على كل نعمة أنعم الله رب العالمين بها عليه. وكثير من الخلق لا يعدون شيئا مما أنعم الله رب العالمين به عليهم نعمة تستوجب شكرا. الناس يذهبون إلى الخلاء فيتبلطون ويبولون، ثم لا يلتفت واحد منهم إلى جانب النعمة في قضاء الحاجة وفي طرح الثقل الذي كان يثقله منذ حين. مع أن علي رضوان الله عليه وهو أمير المؤمنين كان إذا ذهب إلى الخلاء ثم عاد قال: يا لها من نعمة لو قدرها الناس قدرها. ولكن الناس لا يلتفتون إلى أمثال هذه النعم. ولو أن عبدا أصيب بحبس البول في جسده لو استطاع أن يأتي من السماء بقطعة لفعل، ولو استطاع أن ينبش الأرض بأظفاره وأنيابه لفعل، في سبيل أن يخلص من الألم الذي يحيط به والذي يكاد أن يعتصره اعتصاره، وما هو إلا أن حبس الله رب العالمين البول فيه. وهي نعمة أنعم الله رب العالمين بها على الخلق فيتبولون ويتبوطون ولا يلتفتون. أن تتقلب على فراشك بالليل نعمة من نعم الله رب العالمين جليلة جليلة جدا، لا يعرفها حق معرفتها ولا يقدرها قدرها إلا من كان صريح الفراش مشلولا مكلوبا. فإنه يفقد عندئذ سيطرته على بدنه ولا يملك أن يحرك ذراعا ولا رجلا، وإنما يصبح هو والفراش قطعة واحدة، ولا يستطيع أن يتحرك من جنب إلى جنب، ولا يستطيع أن يعمر يده فتطيع. فيا لها من نعمة لو قدرها الناس قدرها. إن الله جل وعلا خلق الأعضاء السوية مؤدية لوظائفها من غير أن يحس الإنسان بها، وهذه من النعم الكبيرة جدا على خلق الله رب العالمين. فأنت تبصر منذ أن يخلقك الله رب العالمين بقدر الله رب العالمين ونعمته إلى أن يتوفاك الله جل وعلا، ولكن ما دامت عينك صحيحة لم تصب بسوء، فأنت تنظر من غير أن تدري أو تحس أن لك عينا، وهي نعمة من نعم الله رب العالمين. لأن الإنسان لو كان واعيا لعملية الإبصار، وكان واعيا لعملية الحركة في أثناء السير، وكان واعيا لحركة التنفس برفع الصدر وخفضه في أثنائه، لو أنه كان واعيا لكل ذلك لشتت انتباهه جدا، بل لأصابه مس من جنون. ولكن الإنسان يتنفس من غير أن يحس ومن غير أن يكون هناك كبير شعور إلا في حالات بعينها. فإذا ما ذهبت من إجهاد أو مس مرض يسير عاد إلى سواء طبيعته برحمة الله رب العالمين. ولكن الإنسان لا يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة الكبيرة إلا إذا فقدها، وهو أمر عجيب جدا فيه من الجحود ما فيه. فالإنسان منذ أن يخلق وهو جنين في رحم أمه في الأسابيع الأولى من التكوين والتخليق في رحم الأم إلى أن يتوقف قلبه عن الدق مطلقا وهو على رأس الوفاة وعلى حافة القبر، منذ أن يكون جنينا في بطن أمه إلى أن يموت بقدر الله رب العالمين، وقلبه ينبض في الأصباح وفي الأمساء ولا سلطان له عليه، وهي من رحمة الله جل وعلا عليه. لأنه ما كان الشأن لو أنه نام أو كان يستأجر إنسانا لكي يرعى قلبه فيأمره بأن يظل عاملا وهو نائم، ولكن الله جل وعلا جعل ذلك ليس إليه وإنما هو لله رب العالمين وحده. الإنسان منذ أن يكون جنينا إلى أن يموت قلبه يعمل من غير أن يحس به، ولكنه لا يشكر الله رب العالمين عليه. فإذا ما أصيب في قلبه أحس أن له قلبا، لأن قانون النعمة أن يكون العضو مؤديا لوظيفته من غير أن تحس به. فإذا أحسست بالعضو الذي يؤدي وظيفته فهو عضو مريض. إذا ما بدأت تعلم أن لك عينا فاعلم أنها مريضة قد رادها شيء، وإذا بدأت تحس أن لك يدا فقد أصاب يدك شيء
هذا الشيء إما أن يكون إجهادا زائدا وإما أن يكون مرضا ملازما. أما في حال التمتع بالنعمة فأنت لا تحس بأعضائك وهو من تمام نعمة الله رب العالمين عليه. ولكن من الخلق يصبح إذا ما أصبح فيحمد الله رب العالمين على نعمة الحياة وعلى نعمة الصحة وعلى نعمة العافية على ما أنعم به عليه من تصحيح عقله وفكره وسلبه من أيسر ما يكون، ثم يصير سائرا في الشوارع هائما على وجهه يتقاذفه الصبيان كأنه بل هو من المجانين. ولكن الله رب العالمين يمتع الإنسان بعقله، والإنسان لا يكلف خاطره أن يحمد الله رب العالمين على هذه النعم، نعم جليلة جدا أنعم بها ربنا جل وعلا علينا، ولكننا نقابل ما أنعم به علينا بالكفران لا بالشكران. وقانون الله جل وعلا في الخلق أنهم متى ما أتى منهم ذلك مجموعا أو على سبيل الفردية أفرادا فإن الله جل وعلا لابد أن يسلبهم النعمة. وضرب الله رب العالمين المثل في محكم التنزيل، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله جل وعلا يضرب المثل بنفسه، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، وخذ مثال القرية أي قرية كانت في أي موضع يكون، قرية يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وهي آمنة مطمئنة، فعندها ما يكفيها بقدر الله رب العالمين من الرزق الرغد المبارك فيه، وعندها من الأمن والأمان والراحة والاطمئنان ما تقر به الأنفس ويحافظ به على الأعراض والأموال سواء. ولكنها قابلت نعمة الله جل وعلا بالكفران، فما كان إلا أن أذاقها الله رب العالمين لباس الجوع في مقابل الرغد من العيش، والخوف في مقابل الأمن والاطمئنان، وأذاقها الله لباس الجوع والخوف، ولم يعاملها الله رب العالمين إلا بما قدمت الأيدي بما كانوا يصنعون. وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا، وما يصيبك من شوكة ولا من هم ولا من غم إلا بذنب أحدثته، وما يأتيك من أمر يريبك ولا من شيء يفزعك إلا بذنب أحدثته، فأحدث لله رب العالمين توبة. ولا يؤمنك من ذلك أن يكون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين ظهراني القوم بذاته صلى الله عليه وسلم وبشرعه من باب أولى، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مع إخوانه من المؤمنين الموحدين الكمل في غزوة أحد، وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جبل الرماة جعلهم رضوان الله عليهم على هذا الجبل وعلى ذروته، وأمرهم بألا يغادروا أماكنهم أبدا ولو رأوا الكفار يركبون أكتاف المسلمين. فلما هزم المسلمون المشركين بادية ذي بدر نزل الرماة لأنهم وجدوا إخوانهم يجمعون الأسلاب والغنائم في ساحة المعركة، واحتبلها خالد بن الوليد رضوان الله عليه وكان كافرا بعد لم يسلم، فدار من وراء هؤلاء من وراء الجيش وأعمل فيهم السيف، وقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 70. وأشيع في المعسكر أن محمدا قد مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي إحدى أسنانه، ودخلت حلقة المغفر في وجنته الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووقع في حفرة من الحفر التي احتفرها أبو عامر الفاسق، فجحش شق النبي وجرح جنبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأصابه من التعب
الشعاب ومن النصب الكثير، حتى أنه لما أراد أن يعلو الصخرة لم يستطع، وجاء طلحة رضوان الله عليه فركع على الأرض، وقام النبي بقدمه فوق ظهر طلحة رضوان الله عليه حتى صعد الصخرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: أوجب طلحة، أوجب طلحة، يعني عمل عملا وجبت له به الجنة. وأخذ الجمع من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقول بعضهم لبعض: لا خير في الحياة من بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه، وأصاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما أصابهم من الجراحات ومن النكاية ومن هذا الأمر النفسي المهول الذي جعل رجلا كأبي سفيان ولم يكن قد أسلم بعد يعلن في جند محمد صلى الله عليه وسلم بكلمة ظالمة فاجرة يقول: أعلو هبل، أعلو هبل. فيأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض أصحابه أن يجيبه فيقول: الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكرب الشديد، وأصاب أصحابه رضوان الله عليهم ما أصابهم، حتى قتل سيد الشهداء الحمزة شهيدا في هذه الغزوة، وكل ذلك بشؤم معصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يعصمهم من ذلك أن يكون نبيهم بين ظهرانيهم، بل أصاب نبيهم بعضا من شؤم معصيتهم هم لما خالفوا أمره وتركوا مواقعهم التي جعلهم عليها ملازمين، فعصوا أمر النبي الأمين ونزلوا إلى ساحة المعركة مغادرين ما ألزمهم به نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أتى التعجب منهم بعد ذلك، فأنزل الله رب العالمين الجواب: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، فما يصيبك من شيء إلا بما قدمت يداك، وما يعفو عنه ربنا أكبر، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما أصابك من ابتداء ما يقال له مصيبة فتكون منها هنا لابتداء الغاية، أو ما أصابك من جنس ما يقال له مصيبة فتكون منها هنا لبيان الجنس، إلا بما قدمت يداك وكسبت يداك واجترحت يمينك. فتوب إلى الله رب العالمين واشكر ربك جل وعلا على نعمه السابغات، واعلم أن الله جل وعلا لا يفلت من هذا القانون أحدا، لأنه لم يفلت منه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف بمن عقولهم بجوار عقول هؤلاء الأصحاب كالتفلة في البحر أو كالرملة في الصحراء المترامية الأطراف، ومن إيمانهم بجوار إيمان أصحاب محمد كبعد ما بين الثرى والثريا، ومع ذلك لم يفلت ربنا جل وعلا أصحاب محمد من هذا القانون الكوني الأزلي. أما نحن معشر المسلمين فعلينا أن نرقب ربنا جل وعلا وأن نطيع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولنعلم أن محبتنا لرسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نكون معلنين بها إلا بطاعته والسير على أثره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما معصيته فلا يتأتى من ورائها إلا الكرب الكارب والهم الناصب والخطر الدائم والأمر المهول. نسأل الله أن يجنبنا ذلك برحمته وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد،
فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يخشى الفقر علينا، وإنما يخشى علينا ضده، فأقول والذي نفسي بيده ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم، وهو أمر واقع نسأل الله أن يعافينا منه برحمته وهو على كل شيء قدير. فقد فتح الله رب العالمين خزائن السماوات والأرض على الخلق، فأكلوا ما كانوا يسمعون عنه فقط سماعا في سابق الأزمان، وارتدوا من الثياب ما كانوا لا يرونه إلا على علية القوم، فأصبحت كلأ مشاعا مستباحا لكل من ملك دينارين. وفتح الله رب العالمين على الخلق فبنوا وارتفعوا ونظفوا أثنيتهم وعاشوا وانغمسوا في الدنيا إلى الأذقان بل إلى ما فوق ذلك، ولكنهم على قدر ما ارتفعوا انحطت فيهم فضائلهم، وعلى قدر ما علوا نزلت بهم رذائلهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فأما التكافل الذي كان بين الخلق عند المسغبة وعند الجوع وعند العري فقد ذهب مع الوجدان والغنى، فلماذا ذهب إذن إلا لذهاب الأخلاق الحاملات على المواساة بين المسلمين، وإلى ذهاب الفضائل التي كانت تدفع إلى النظر إلى المسلم على أنه بعض من أخيه المسلم كما بين ذلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما صنعوا ذلك وخرجوا عن إطار الشكر إلى حد الكفر، ومن إطار الشكران إلى حد الكفران، أصابهم الله رب العالمين بالأدواء التي لم تكن في أسلافهم، وتفشت فيهم أمراض لم يكن يسمع عنها أحد من قبل، تفشت، لم تدع من بيت إلا دخلت، وما تركت من جسد إلا مست، وما جعلت من جثة إلا وهي مصابة كالرميم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم نزع الله رب العالمين لذة المطعوم والمشروب والملبوس والمنكوح سواء، وأصبح الناس كالحمر المستنفرة لا يحسون بلذة شيء ولا يجدون متعة في شيء، وإنما هم كالذي يشرب ماء البحر فلا يرتوي كالإبل الهيم التي أصابها ذلك الداء الملازم الزنيم الذي يجعلها تشرب ما تشربه حتى تنقض معداتها من كثرة ما تشربه، ولا تحس للري من مس، وما تجد إلا حر الظمأ والجوع والمسغبة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. واليوم انظر في من حولك من كل من تعرف، وأتني برجل هو على حد السعادة كما كان السابقون، ممن رأيناهم بأعيننا وخبرناهم بأنفسنا، وكانوا لا يجدون لا يجدون لا يجدون. وأما اليوم فلا تجد الهم والقلق ولا تجد المرض والحزن والغم إلا في كل من ملكت يداه، ولم يصبح اليوم الناس إلا واجدا، لم يصبح الناس اليوم إلا واجدين، فما فيهم من معدم بحال، حتى إنك إذا ما أردت أن تخرج الصدقة في موضعها حرت حيرة ما تجد لها من منفذ ولا مخرج، فإلى من تخرجها وهو لها مستحق، لأن الناس أطعمهم ربهم وسقاهم ربهم وكساهم ربهم، فارتفعوا وتمردوا على كل قانون وعادوا كالحمر المستنفرة في أفراحهم وفي مآتمهم وفي أحزانهم وفي كل أمر يحيط بهم، لا تجد واحدا منهم إلا الشذاذ الواحد بعد الواحد يرخب الله رب العالمين في مطعم ومشرب، وكأن القاعدة قد بنيت على النهب والسلب والطغيان والكفران، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أهذه هي خير أمة أخرجت للناس؟ إن خير أمة أخرجت للناس يقول فيها سيد الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم
كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فجعل النبي الأمة جسدا واحدا، وأنت عليم بأن الجسد الواحد لا يستأثر منه عضو بالغذاء على إخوانه من بقية أجزاء الجسد، لا يستأثر منه عضو بطعام ولا بشراب ولا بفائدة مستفادة ولا بخير مرجو، وإنما يتمتع الجسد كله بما يدخل الجسد كله. وكذلك المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، لا تستطيع أن تجد فيه غير الاستطراق، وإنما تكون النعمة مستطرقة في المجتمع المسلم. فما أفاء ربنا عليه بك أو عليك به، فما عليك إلا أن تجعله في إخوانك من المعوزين والمحتاجين. وأما اليوم فشح مطاع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ودنيا مؤترة وحمر كأمثال الحمر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يفهمنا ديننا، وأن يعفو عنا، وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك، غير فاتنين ولا مفتونين، ولا خزايا ولا محزونين، ولا مغيرين ولا مبدلين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أكرم الأكرمين أكرمنا، يا مغيث المستغيثين أغثنا. اللهم أغثنا من النار، أغثنا من النار. اللهم أغثنا من النار، أغثنا من النار. اللهم أغثنا من النار، اللهم أغثنا من النار. اللهم لا صبر لنا على مس النار، فأجرنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم أذقنا لذة الإيمان، اللهم أذقنا حلاوة اليقين. يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن شاء الله تبارك وتعالى المبنى الملحق بالمسجد اللي هو صمم بفضل الله تبارك وتعالى على أنه في حالة إعادة بناء المسجد مرة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، يكون جزء منه إن شاء الله تبارك وتعالى الأساسات والارتفاع ومسألة التلاحم بين هذا الجزء المبني والجزء الذي نحن فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. لو من ربنا تبارك وتعالى علينا بعد ذلك بهدم المسجد وإعادة بناءه إن شاء الله تبارك وتعالى، يكون اتصال هذا بذاك أمر طبيعي إن شاء الله تبارك وتعالى. لله الحمد والمنة، الآن بصدد صب أعمدة الدور الثالث، الدور الثالث إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني لله الحمد والمنة، الآن الدور الأول يصلى فيه برحمة الله رب العالمين، ويقام على خدمة القرآن فيه الآن بفضل الله تبارك وتعالى. والدور الثاني بفضل الله تبارك وتعالى يتمحر إن شاء الله تبارك وتعالى في خلال الأسبوع القادم، وأعمدة الدور الثالث إن شاء الله تصب أيضا. ولكن تحتاج هذه الأمور إلى كثير من الإنفاق، وخاصة التشطيب بعد ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى كثير من البذل وكثير من الإنفاق وكثير من العطاء. ومن المؤسف وغاية الأسف
أن البلد لا تشارك إلا مشاركة تكاد تكون معدومة، مشاركة يسيرة جدا ومعدومة إن شئت الحقيقة، فهي مشاركة لا قيمة لها، إلا أن يكون من باب لا تحقرن من المعروف شيء. الإنسان لا يحقر شيء من المعروف بحال، ولكن ما هكذا يكون الأمر في أمثال هذه المسائل، وإنما يجعل الله تبارك وتعالى الخير آتيا على أيدي إخوانكم الذين يصلون معكم. وأما البلد في ذاتها وهذه الجهة التي نحن فيها والتي فيها المسجد دعينها، فهي تفضل أن تنفق المال في أشياء أخرى، ولكن لا تنفقه في مثل هذا العمل الذي هو لله إن شاء الله رب العالمين. يعني أن يقوم الناس على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى ويصلي فيه الناس، هذا أمر مش وارد عند أحد، إنما فرح مثلا بيتعمل وتيجي فيه رقاصة ولا مش عارف إيه، ويفضلوا سهرانين النسوان مع الرجالة يرقصوا على العربية الكهرباء اللي عاملينها مسرح لحد الصبح، ده أمر مش مهم ينفق فيه المال ببذخ، لأن شغل النسوان كله زي ما قلت لك زمان لما يبقوا النسوان الرجالة رجالة يبقوا النسوان نسوان، إن ده شغل النسوان شغل حريم كله، ده شغل الرجال. يعني المرأة هي اللي تقول عايزين نعمل كذا، لما يجي الراجل يعاكس تلاقيها تروح مسك كتاب، ما يقدرش بقى تبقى مغلوب على الأمر، يعني هو غصب عنه يعني مقهور يعني. فنسأل الله العافية والسلام. فبيفضلوا طبعا أشياء أخرى على مثل هذا العمل. الحقيقة أنه أمر محزن، ولكن لعل الله تبارك وتعالى يريد ألا يمتعهم للخير الذي يمتع به غيرهم، ولعل الغضب ينزله الله رب العالمين عليهم بما قدمت أيديهم فيصرفهم عن الإنفاق عن مثل هذه الأشياء التي تبقى لهم إن شاء الله رب العالمين وتنفعهم في الدنيا وفي الآخرة برحمة الله رب العالمين. يعني تنفعك في الدنيا قبل الآخرة، يعني عندما تبذل لله رب العالمين الله عز وجل يجعل ما تنفقه طهارة لمالك ونماء فيه وبركة وعطاء وفضلا من الله رب العالمين. ولا يحقرن أحد من المعروف شيئا كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أي أن نفتح هذا إن شاء الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. العبد الفقير يصلي الجمعة القادمة في قناة الخيرية إن شاء الله تبارك وتعالى، والآن في جنازة ندركها إن شاء الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.